حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى بلجيكا، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد. ورفع الحكومة البلجيكية درجة التأهب إلى المرحلة القصوى. وأكدت الوزارة في بيان لها سلامة جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في العاصمة بروكسل، وشددت على ضرورة تجنب مواطني الدولة المتواجدين استخدام النقل العام والاستئناس بتنبيهات الحكومة البلجيكية وبعثة الدولة.